سيدات وسادة، أهلا بكم. إلى رحمة ربه انتقل راضيا مرضيا على طريق الموت، طريق الصحراوي، لقي ربه. من واجب عزاء كان قد أداه كان عائدا، لم يعلم أن الموت بانتظاره بعد أن قدم الواجب بمن قبله. نائب سابق بحجم وطن، ابن الطفيلة، ابن حي الطفايلة، ابن النصر، ابن الوحدات، تحدث كثيرا عن حجم الألم الذي يخلفه ذلك الطريق لمرتديه، فقد خطف الكثيرين وإلى رحمة الله انتقل على ذات الطريق. استقبل جثمانه بعد أن جاءت مشيئة الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رحم الله أبو محمد وتغمده بواسع رحمته ولذويه الصبر والسلوان. الرفيق صدام حسين، والله يرحمك يا صدام حسين، عندما ضحى به الأمريكان والصهاينة في يوم الأضحى على مرأى ومسمع كافة منظمات حقوق الإنسان. ورحمك الله يا صدام عندما قلت بترول العرب للعرب، وها هو بترول العرب يجير من أجل تدمير الدولة هنا وإقالة الرئيس هناك، وأشغلون في داعش وما أدراك ما داعش، وتعلمون أن داعش ما هو إلا صناعة الموساد الإسرائيلي والأمريكان. نحن النواب لسنا أصحاب ولاية على المال العام حتى نكون فاسدين، وبالتالي أنا أقول أن من يريد أن يطلب الثقة من هذا المجلس أن يحترم كلامه وأن يوزن كلامه، وأقول إذا هذا المجلس منع هذه الثقة لهذه الحكومة فما بني على باطل فهو باطل. ومن العار والعيب أن يطلب وزيرا ثقة من مجلس فاسد. سأعطي مفتاح سيارتي نصف هذه الحكومة إن استطاع أحد أفرادها أن يصل دائرة الانتخابية في الوحدات وحي الونانات وحي الطفايل ومخيم النصر دون مساعدة من أحد. أطالب الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة إعادة النظر باتفاقية الذل والعار، اتفاقية وادي عربة، وكل يوم يخرق العدو الصهيوني هذه الاتفاقية من خلال استباحة المقدسات. وقد ورد بند في المادة التاسعة بأن الأردن يعطى حق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية. اتفاقية الغاز، اتفاقية تأجير البحرين، تأجير الأراضي، ملف الأسرى، كل هذه ملفات ترفع من شأنك يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة أمام الشعب الأردني والشارع الأردني. يعني موقف جلالة الملك متقدم جدا على الحكومة. احنا اليوم مكبلين كنواب. اخي محمد، انت شفت موضوع كورونا شو سوى بالنواب، وشفت الحكومة كيف تغولت على مجلس النواب لدرجة انه ما احترامي لك بعض النواب يعني ودوهم للنائب العام وللمدعي العام بحجة انه خالف الحظر. ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. اليوم اسرائيل لا تغلف الا لغة العنف ولغة البلطجي ولغة الزعرني ولغة الاستقواء. ليش؟ لأنه وراها الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتدعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذولا ما عندهم لا ديمقراطية ولا حقوق إنسان. إحنا وأشقائنا الفلسطينيين توأم، واللي بيحكي غير هيك بلاش أقول لك نحط العصاية بعينه. إحنا عنا عزيمة، عنا قوة، إحنا بنعرف حالنا، إذا متنا بروح على الجنة، لكن هو إذا مات بروح على النار مثل الفاطس. إحنا عنا عقيدة، إحنا القدس بالنسبة لنا عقيدة، فلسطين بالنسبة لنا عقيدة أخي محمد، وكل الشعب الأردني بيعرف هذا الكلام، وواعي هذا الكلام، وصاحي لهذا الكلام. على هذه الطاولة كان له كلمات وكلام كثير، وله بين زملائه النواب صولات وجولات وجب علينا استذكارها. أرحب عبر الهاتف بالمهندس عاطف الطراوني رئيس مجلس النواب الأسبق. مهندس عاطف مساء الخير، وعظم الله أجركم والبقية بحياتكم يا سيدي. سيدي شكر الله سعيكم، والله يرحمه إن شاء الله مثوى الجنة، وحسن العزاء إلى أهله وذوي ومحبي وإلى ابني الذي كانوا مرافقين له في هذه الرحلة السوداء.
مهندس عاطف، النائب يحيى سعود المرحوم، النائب يحيى سعود كان له صولات وجولات، كان له مواقف ثابتة، أهمها الموقف اتجاه القدس والمقدسات واتجاه القضية الفلسطينية. يعني أولا الله يرحمه إن شاء الله متوى الجنة. يحيى كان شخص يعني مناضل شرس في عندما يتطرق أو عندما نصل للحديث عن موضوع القدس والمقدسات الإسلامية، كان دائما يعني سباق بأن يدعو اللجنة التي ترأسها لسنوات طويلة جدا، هي لجنة فلسطين، وأثبتت هذه اللجنة حضورا مميزا حتى في الداخل وفي الخارج، وكان دائما يحث المجلس على اتخاذ بيانات وقرارات يعني يشكر عليها، لأنه دائما كانت القضية الفلسطينية موجودة بذاكرة وبخلد المرحوم يحيى. نعم، رحم الله النائب يحيى سعود. مهندس عاطف، بدي أشكرك كل الشكر، وأنتقل مباشرة إلى صديق ورفيق النائب يحيى سعود المرحوم، النائب يحيى سعود النائب السابق غازي عليان. أستاذ غازي، مساء الخير، ويعني أترك لك الكلمة في رثاء النائب يحيى سعود. الله يسعد مساك أخوي محمد. أول شيء بدي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بقول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. أخوي محمد، مش عارف أبدأ معك من وين. تعرف أنت كان صديقك وصديقنا يحيى السعود. نعم يا سيدي، عمره بحياته ما كان أي واحد يعني يطرق بابه إلا يفزع له. يا محمد، أنت تعرف بهاي الأمور كلياتها، إحنا بنقول بهاي الأوقات الله يصبر أهله والله يعطيهم السلوان، وربنا وربنا يصبرنا إحنا وأصدقائه على هاي المثالث اللي شفناه، وهاي سنة الحياة أولا وأخيرا. أخوي محمد، نعم نعم. وأنت أخوي محمد أكثر واحد كنت تعرفه، وبقول الله يرحمك يا أخوي يحيى، غادرتنا بجسدك ولكن روحك تسكن معنا يا أخوي يحيى، يعني راح نشتاق لك، والله يرحمك ويصبر أهلك ويرحم أخوك ويصبر كل أمة أصدقائك كلهم يا سيدي، فهمت علي يا محمد؟ نعم، الله يصبر الجميع. الحديث جاي بيطلع معنا صراحة، لأنه الموضوع جدا لسه حامي علينا كلنا، يعني فهمت علي؟ وأنت تعرف أكثر واحد كان يدافع عن الفلسطينيين وكان يدافع عن قضيته وكان يحب سيدنا ويحب وطنه، أكثر واحد كان يدافع يا محمد أنت. وربنا بنقول ربنا يرحمه وربنا يتقبله هو وكل أموات المسلمين يا الله. رحمة الله عليه. أشكرك كل الشكر صديق ورفيق النائب المرحوم يحيى سعود النائب غازي عليان، شكرا جزيلا لك. ورحب أيضا بنائب النائب السابق ونائب رئيس وزراء الأسبق دكتور ممدوح العبادي. دكتور ممدوح، مساء الخير. مساء الخير دكتور ممدوح. اليوم انتقل إلى رحمة الله النائب يحيى سعود، الرجل المشهود له بمواقفه اختلفنا أو اتفقنا معه. دكتور ممدوح. ألو دكتور ممدوح، مساء الخير مرة ثانية. يلا يا سيدي ولا يهمك. أقول دكتور، انتقل رحمة الله تعالى النائب يحيى سعود، وقد زاملته ورافقته في مجلس النواب. دكتور ممدوح العبادي، أخذ النائب السابق الأستاذ نريمان الروسان. أستاذ نريمان، مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد، وكنت زميلة ورفيقة للنائب المرحوم يحيى السعود. ماذا تقولين اليوم أستاذ نريمان وقد شاهدت مواقف النائب يحيى السعود؟ مساء الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الموت حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مزيد الحزن والأسى، تلقيت نباء وفاة الزميل يحيى الذي زاملته بدورتين، كان بالنسبة لي أخا وزميلا، ودوما كان يناديني النشمية أخت الرجال. بقدر ما كان يحيى عصبيا وانفعالي، كان ذو قلب حنون وصاحب نخوة ورؤوف، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. رحمة الله عليه. أشكرك كل الشكر. رحمة الله عليه. أشكرك سيدي. وكل عزاء لأهله، والله يشافي أولاده يا رب.
نحمد الله انه الحمد لله رب العالمين. نحمد الله على كل شيء. اشكرك استاذ نريم. يعني فعلا يعني من كلمه حق، قد ما كان عصبي كان طيب جدا، كان عنده قلب طيب زي الاطفال كان يحيى، بس الناس ما بتعرف هذا الجانب يعني ليحيى، بيعرفوا الجانب العصبي، الجانب اللي دائما بس بده يتخانق، بس بده يعني يكون انفعالي، لكن يحيى مش هيك بالداخل، مش هيك ابدا ابدا. الله يرحمه، وان شاء الله دائما بنضلنا نتذكره ونترحم عليه، والله يشافيه رحمة الله عليه. رحمة الله. اشكرك استاذ نريمان، ورحب مره اخرى بالدكتور ممدوح العبادي. دكتور ممدوح مساء الخير. مساء الخير. اسمع منك سيدي الكريم، انت كنت زميلا للنائب يحيى سعود في مجلس النواب. شكرا يا اخوان. وبعدين انا والله عزيز يعني صعب الواحد يعبر عن مكنوناته، لانه فعلا انه هو عباره عن انسان شجاع وعزيز ووفي. يمكن انا بعرفه من ايام لما كنت امين عاصمه، وكان ياتي الى الامانه بأمل لأصدقائه وأقاربه وحي الطفايلة ولنادي جعفر الطيار، ودائما كان يذكر دائما بغيابي أكثر من حضوري قديش أنا ساعدته وساعدت جماعته أقاربه وأهله وناسه الذين كانوا بحاجة إلى مساعدة حقيقية. ومن ثم ذهبت الأيام وأصبح زميلي في مجلس النواب، وطبعا في بداية أدائه لم يكن موفقا لأنه كان طبعا جديد وبتدرب، لكنه مع الوقت حسن أداؤه بطريقة يعني ملفتة للنظر، وطبعا أثبت بأردنيته الأصيلة أن النهر بين فلسطين والأردن هو نهر فاصل واصل وليس فاصل، وقام بقيادة لجنة فلسطين التي كان لها جولة داخلية وعربية وخارجية. وطبعا لا نستطيع إلا أن نقول رحمة الله عليك ويبارك فيك ويخليك إن شاء الله يا ربي، ويخلي أولادك إن شاء الله أنهم يقوموا بعز في بعدا. وهو فعلا ترك أثر حقيقي في نفوس كل من يعرفه، لأنه إنسان فاضل وقلبه طيب، والأيام يعني شذبته وكان وطنيا بامتياز، ورحمة الله عليه. أشكرك كل الشكر دكتور ممدوح العبادي النائب السابق والوزير الأسبق. يعني الحقيقة عديد الشخصيات النيابية والوزارية ترغب بالحديث عن المرحوم النائب يحيى سعود. النائب يحيى سعود رجل كلمة، رجل موقف، نختلف أو نتفق معه، وهو رجل يعني يقف مع من يعرف ومن لا يعرف. وأكبر دليل على ذلك آخر رسالة أرسلها النائب يحيى سعود، والتي كانت رسالته لي طلب التبرع بالدم لرجل لا يعرفه ولا يعلم من هو، ولكنه فقط تواصل معه وطلب منه أن يحصل لأخيه على وحدات دم، فما كان منه إلا أن طلب من أهله وأحبته وأقربائه ومؤازريه أن يقوموا بالتبرع بالدم. هذه آخر رسائل النائب السابق المرحوم يحيى سعود، وهذه الطاولة شاهد حق على مواقف هذا الرجل. إلى رحمة الله أبو محمد. إلى رحمة الله.